من جهه الجانب ديالكم شنو وقع بالضبط؟ هو هذا الحدث اللي وقع كما كنعرفوا كيعرفوا الاخوان وكيعرفوا السلطات كامله، هذا الواقع المر اللي كنعيشوه وهذا الارث اللي خداته الطاكسي صغيره علينا، ارث مغلوط. دائما كتقول انها طاكسي كبيره ما تكونش، وقع شجار ما بين جوج شيافر ما حاضرينش عليه حنايا. من بعد التعطيل اللي كنأثروا سائقين خصو يخدموا بسلام وبسلم، جا اللي كيعاودوا الناس بانه جا الشيفورد الصغيره قال له لا ما تعمرش من هنا، والله ما تدي والله ما تعمر. الشيفور دافع على راسه. المهم بالنسبه للدباز اللي وقع ما حاضرينش عليه وما عارفينش شنو وقع بالضبط ما بين الصغيره والكبيره. من بعد ما الشيفور الصغيره جا كيطارد الشيفور الكبيره من المحطه ديالو، من العمل ديالو اليومي اللي كنخدموه دائما على حساب المعدونيه اللي عندنا اللي كتخولنا باش نخدموا داك الشيء. فيما يخص هذا المشروع ديال طاكسي كبيره وطاكسي صغيره، انا كنظن خصهم يحترموا الدوله اللي هي كتنظم المواقف ديال كل القطاع. بدا نسينا بقوه الارتباك، راه الصفه ديالي كاتب اقليمي ديال الاتحاد الوطني وممثل ديال القطاع ككل، لان راه كاين واحد الارتباك وكاين واحد الضغط علينا، وهذه الحاله كنعيشوها صباح وعشيه. دائما كتنقلوا من كل محطه كيوقع لنا فيها هذه المشاكل هذه. فيما يخص هاد المشاكل اللي عندنا مع الطاكسي صغيره، كنظن خصهم ينظموا راسهم هما الاولى، لان الركولات اللي كيمشيو هما بثلاثه ديال الناس، ثلاثه ديال الركاب، كنظن طريقه ممنوعه وكينص عليه الظاهر الشريف وقرار العاملي. في البلاصه اللي غيهز هو بالراكولاج ثلاثه الناس، راه كيحرم صحابو اللي هما جوج طاكسيات اخرين معاه، وهذا هو الهليكه اللي هلكوا راسهم. هذا الامر هذا خصهم يعرفوه وينظموا راسهم فيه. حنا فيما يخص القطاع ديالنا منظم بالمنظمين ديالنا بالمحطات ديالنا، ومازال كنعاينوا الدوله كذلك تنظم معنا. حنا هذا حق ديالنا، مشروع كنشوفوه بالصفه ديالنا حنا كممثل ديال هذا القطاع، ما غاديش تنازلوا عليه، لانه القطاع ديالنا محتاج والمواطن ديالنا محتاج للقطاع ديالنا، لان القطاع ديالنا هو اول وسيله للنقل اللي كيسهل للمواطن بثمن رخيص، لان المواطن عندنا كيمشي وكيخدم بواحد الثمن رخيص، كيخدم بواحد الثمن 70 درهم ولا ما يمكنلوش يطلع هو ب 30 درهم في الصباح ويهبط ب 30 درهم في النهار ولا يطلع ب 30 درهم ولا يعني 150 درهم وكيصور 70 درهم، حاله مستحيله. نعم. دابا آنيا ما هو الموقف اللي يمكن لكم تسجلوه دابا حاليا؟ آنيا الموقف، انا بالنسبه لنا القطاع ديالنا كيخدم في الحاله ديالو العاديه. بالنسبه للاخرين واقفين ما عرفناش علاش. المشكل ديال الدباز اللي وقع الصراع راه مشى تكلفت به السلطات ديال الدائره ديال النرجيس. فيما يخص حنا واقفين مع القطاع ديالنا باش ما يوقعلوش شي تعسف من طرف طاكسي صغيره. شكرا جزيلا.